هنأت البارحة الرئيس أردوغان بهذا الانتصار الذي تحقق بفوز الاستفتاء بتغيير الدستور. نحن مرة أخرى نهنئ الرئيس أردوغان ونهنئ الشعب التركي الشقيق على هذا الإنجاز الذي برهن على ديمقراطية تركيا. الشعب التركي موال لهم، وأن تركيا تسير على طريق الديمقراطية سواء كان نظامها برلمانيا أو نظاما رئاسيا، فكلا النظامين وجه من أوجه الديمقراطية. شعب اختياراته، ولكن كل هذا لا يخرج عن سياق الديمقراطية ما دام الشعب هو صاحب القرار وهو الذي يستفتى وهو الذي يقرر.